وصلنا سلمى لمساحة اليوم صارت تهم الشباب والصبايا بشكل كتير كبير. صار موضوع التجميل أخذ حيز كتير كبير من حياة أي حدا فينا. دائما بنسعى أنه نحن نجمل، ما بدنا نقول للكمال، كمال لله أكيد يعني، ولكن نسعى بإجراءات بسيطة ممكن تكون لنعمل شيء بحياتنا. اليوم رح نضوي على موضوع النحت ونضوي الفرق بينه وبين شد الجسم. أكيد رشا، واليوم بفقرتنا رح نحكي عن الآثار الجانبية اللي ممكن أنه تحصل، شو هو الإجراءات التجميلية أو الطبية العلاجية اللي بتكون ببعض الأحيان ممكن يكون الاسم تجميلي ولكن هي أحياناً بتكون استطباب ضروري لبعض الأشخاص. رح نتعرف على كل التفاصيل وغيرها من التساؤلات مع الدكتور نوار مبيض، استشاري بالجراحة التجميلية والترميمية. سعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي عن إجراء اليوم صارت المعظم الصبايا عم بيروحوا عليه، وعم نشوف اليوم نتائج على الميديا ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية. خلينا بداية نعرف بشكل عام شو هي عمليات النحت. هلا النحت هي كلمة عمومية، هي ما أنا إجراء طبي معين، يعني حتى قد يكون إجراء يعني جانب طبي مثل الأجهزة اللي بتساعد على تغيير شكل الجسم بشكل بسيط ولطيف. فالنحت هو كلمة عامة، المقصود فيها أنه نحن نعمل إعادة تغيير لشكل الجسم، توزيع مختلف لمناطق البدانة ومناطق النحافة بجسم شخص معين ذكر أو أنثى. فهي إجراء ببلش أول شيء أنه أنا يكون عندي شخص وزنه مقبول أو طبيعي، ولكن هالوزن هذا ما نجذاب كما يتمنى، في مناطق بحبها تكون ظاهرة أكثر هي نحيلة، وبالمقابل في مناطق هي فيها فيها بدانة ما بعتبرها جذابة فبدي يخفف منها. فهذا العنوان الكبير. هلا في عدة تقنيات نحن ممكن نستخدمها لنوصل لهالشكل اللي بدنا اياه. طيب دكتور خلينا نحكي، ايمت بتكون هي العمليات هي تجميلية مثل ما بيقولوا، ايمت بتكون استطباب ضروري؟ يعني بنعرف في بعض الاشخاص بيكون وصلوا لوزن معين غير قادرين على ضبط نفسهم، فصرنا نشوف هلا في عمليات كثير مثل قص المعدة، تغيير المسار، وبعدها بيلحقها نحت الجسم. تماماً، هنا نوصل لفكرة كتير مهمة. حقيقةً نحن أي شخص لما قبل ما يفكر بإجراء النحت لازم يكون عنده شرطين أساسيين كتير مهمين. قبل إذا ما تحققوا هالشرطين فراح يكون إجراء النحت إجراء بنسبة عالية غير ناجح. هلأ أول شرط إنه نحن يكون عنا وزن طبيعي. دائماً أنا كأخصائي جراحة تجميلية وترميمية ما بصير أشتغل على حدا وزنه أكثر من الطبيعي بديك بكتير، بدي يكون وزنه مقبول. فنحن اذا في عندنا شخص عنده بدانه شديده، البي ام اي اللي هو بيحدد نسبه الوزن على الطول كان عنده كثير عالي، فهذا الشخص اول شيء لازم ينزل وزنه من خلال حميه، رياضه، يعمل جراحه بدانه، قص معده، تحويل مجرى مثل ما ذكرتي حضرتك. بعد ما يوصل لوزن طبيعي هون بنفكر نحن باجراء النحت. هلا في شرط ثاني كمان كثير مهم ما بقل اهميه عن الاول اللي هو استقباب الوزن. نحن ما بصير نشتغل على حدا عنده تغيرات مهمة بالوزن بشكل دوري، لازم يكون عندنا وزن يعني مو بس طبيعي، هالوزن هذا شبه مستقر بفرق كيلين 3 لحد 5 كيلو اوكي، بس مو يفرق بين شهر والثاني 20 كيلو، لأنه إذا اشتغلنا على الشخص نحت بعد فترة راح يصير عندنا توزيعة مختلفة للبدانة عنده ما راح يحبها وراح نوقع بمشكلة أعقد. فنحن عندنا شخص أول شيء وزنه مقبول، ما راح أقول أنا وزنه مثالي ولكن ضمن المقبول على الحدود العليا الطبيعي كحد أقصى. ثاني وكمان على حدود الدنيا للوزن المنخفض، كمان اذا نحيل كثير كمان ما فينا نشتغل عليه، يعني بده يكون هو ممكن هون يضطر يعمل زياده وزن بنظام غذائي معين. فحقق الوزن المقبول بس هذا الوزن ما عاجبه التوزيعه تبعه ووزنه مستقر على الرقم هذا، هون بيجي دور طبيب اختصاصي الجراحه التجميليه بانه يعمل توزيعه حلوه لهالوزن تكون جذابه حسب ثقافه هالشخص هذا. طيب دكتور بعد النحت وبعد التوزيع بنشوف كثير صبايا انه صاروا مثلا يصير نحن خلينا اول شيء نحكي بالانواع، هي عمليه شفط الدهون وحقنا باماكن ثانيه. هلا حقيقه هو هذا الاجراء اللي حكينا عنه، بس حقيقه في اجراءات اخرى جراحه تماما مثل اجراءات الشد واللي هي احيانا بتكون هي الحل الاساسي. يعني احنا مثلا تجينا سيده وليكن عمرها حوالي 30 سنه، جايبه ولدين، وزنها حوالي 60 كيلو، في عندها انتفاخ بمنطقة البطن. لما بتاخذ تلاقي دكتور أنا بطني كثير بينتفخ، في عندها ترهل بالجلد، هي أكيد إذا بنعمل لها شفط دهون لايبوسكشن حيزيد الترهل رح تصير أبشع تماما. فهون الحل هو إجراء الشد الجراحي لابد منه، مو شطارة إني والله أنا دكتور بدي عملية بالثقوب ما بدي أعمل جراحة أنا خايفة من الندبة. هلا بغض النظر إنه أنت بتخافي ولا لا، الندبة حلوة ولا لا، هي الحل الأساسي عند حضرتك، لأنه أنا في عندي زيادة جلد بدي قصة
والأهم من هيك في عندي التبخر العضلي، هو أهم تفصيل بتصليح جدار البطن. التومي تاك أو الأبدومينوبلاستي هي جراحة شد البطن، هي مبدأ الأساسي إعادة تصنيع عضلات البطن اللي كانت متمططة ومترهلة نتيجة الحمول اللي تعرضت إلى السيدة، ونتيجة أيضا الزمن وتبدلات الوزن. فهون لابد من شد عضلات البطن ضمن العملية الواحدة عم نحكي دكتور. تماما. كيف إصلاح يعني؟ هي إصلاح لعضلات البطن ولا الشد الخارجي؟ بنفس العملية، نحن بنشد العضلات وبنشد الجلد. طيب دكتور، كمان هي العمليات يعني حضرتك ذكرت انه لازم تكون اذا سيده حامل او كانت يعني سابق انجاب، في ناس بتعمل عمليات وبترجع مره ثانيه بتصير حامل مره ثانيه، هذا بيؤدي للفشل، فهون لازم تكون هي خلاص يعني هذا اخر ولد. ما نسميه فشل، في كثير سيدات لظروف معينه انه هي ظنت حالها انه اكتفت بموضوع الانجاب وساوت شد بطن وصلحت بطنه وبتعيش حياتها سعيده وتنبسط بجمال جسمها، لسبب ما تزوجت مرة ثانية أو صار حمل مرة ثانية فرجعت صار في حمل. طبعا شد البطن لا يمنع الحمل، هون في فكرة غلط كمان. الولد بكبر البطن مو البطن بكبر الولد، يعني إذا الواحد تعرض لشد بطن هي عندها استعداد يبقى هي عضلة بالأخير راح تتمدد يعني والجلد بيتمدد فراح يرجع يترهل البطن. هلا الحلو بالقصة إنه عملية شد البطن هي عملية قابلة للتكرار إلى عدد لا نهائي من المرات. فنحن بكل ما بساطة في مشكلة تماما بعد ما تولد مرة ثانية بحوالي شهرين ثلاثة استعاد جسمها وضعه الطبيعي، ممكن نعيد شد البطن إذا هي مهتمة. طيب دكتور، ذكرت نقطة حضرتك إنه بعملية الثقوب وبشفط الدهون وحقنا بأماكن ثانية هو إجراء مثل ما وصفته لطيف، ممكن يجمل ونحن نقدر نوزع من خلاله الدهون بأماكن ثانية، ولكن المريض يعني ممكن يرجع يزيد وزنه، رح ترجع لزيادة الوزن بنفس المناطق الحقن أو بنفس مناطق الشفط؟ تماما، السؤال كثير مهم حقيقة. من هون احنا قلنا أول شيء إنه نحن عندنا شخص وزنه طبيعي، ثاني قلنا شيء وزنه مستقر. أكيد نحن بنفهم شغلة كثير مهمة، لما نحن عم نعمل شفط دهون من خلال هالثقب نحن عم نساوي استئصال للخلايا الشحمية الموجودة بهالمنطقة، صحيح من خلال ثقب صغير من خلال أنبوب عم ندخله مدعوم بالليزر أو بأي تقنية ثانية، ولكن هو عم يستأصل الخلايا الشحمية. الخلايا الشحمية كنسيج هي ما بتتكاثر مع الزمن. أنا وليكن عملت شفط لمنطقة الفخذ الأمامية كان فيها وليكن 1000 خلية. طبعاً. أنا بشفط الدهون استأصلت 700 ضلوا 300، 300 ما بزيدوا، وبالتالي قابلية البدانة بهالمنطقة رح تتراجع بنسبة 70% مهما زاد الوزن. من هون نحن لما عم نعمل شفط دهون هو إجراء ثابت، ولكن إذا في شخص هو معود على وزن معين رح يرجع يكسب هالوزن ولكن بمناطق أخرى ممكن يحبها تتوزع ممكن ما يحبها. لهيك نحن قبل ما نفكر نعمل شفط دهون لازم نعمل دراسة لكامل الجسم لنشوف مناطق تجمعات الدهون الموجودة عنده، ونشوف إذا في مناطق تانية كمان ما أنا جذابة لازم تخضع أيضا لشفط دهون. وممكن تسمن مناطق الحقن؟ مناطق الحقن طبعا ممكن تسوى، لانه بيرجع بيزيد وزنه بعد النحت، لانه مثل ما حكينا شفط الدهون هو استئصال للخلايا الشحميه، حقن الشحوم هو زرع للخلايا الشحميه، نحن في نسيج عم نزرعه بمنطقه اخرى. هلا هذا النسيج مو كله رح يعيش، ممكن 50-60% ولكن جزء منه بده يعيش. والاهم من هيك سلوك الخلايا الشحميه بالمنطقه الاخذه اللي حقنا فيها هو سلوك المنطقه المعطيه. يعني أنا أخذت شحمة من الفخذ اللي هي كانت عندي من المناطق المفضلة للبدانة عند هالشخص هذا، يعني هالصبية أول ما بتسمن بيسمن فخادة بس وجهها آخر شيء بيسمن. لما أنا أخذت شحمة من الفخذ وحقنته بالوجه بتوقع أنه الوجه صفى قابلية البدانة فيه أعلى بكثير من أول. هلا هذا الشيء له إيجابياته وسلبياته، لهيك لازم تكون دراسة شاملة لكامل الجسم وين المناطق اللي هي عندها استعداد مفضل للبدانة بالأولوية عند بنية جسمها الوراثية والمناطق المفضلة للنحافة لحتى أعرف أنا كيف بدي أعمل إعادة توزيع الشحوم. بالعكس سلمى، اليوم خبر حلو الدكتور عم يقول أنه في كتير صبايا بيروحوا لموضوع الحقن وبيخافوا أنه تنحف هاي المنطقة، فلا اليوم خبرنا أنه لا بتزيد يعني بتزيد تمام. طيب كمان دكتور خلينا نحكي شوي عن الآثار الجانبية، مين اللي عنده عوامل خطورة ليتعرض لمثل هاي النوعيات العمليات، ولا فينا نقول أنه هي آمنة إلى أكبر حد معين؟ في مثلا سيدات بعمر كبير أحياناً بيرغبوا بتغيير شكلهم، ولكن ممكن يكون عندهم بعض الأمراض الأخرى اللي تأثر على العمل الجراحي، خلينا نعرف هاي التفاصيل. صحيح. هلأ نحن بالأخير إجراء النحت كشفط الدهون وحقن الشحوم أو حتى الشد هي عمليات تجميلية نوع من الكماليات أو الرفاهية، وبالتالي لازم تكون بهامش أمان عالي جداً. طبعاً ما في عمل مثالي آمن 100%، ولكن لازم يكون عندنا منسوب الأمان عالي كتير.
فنحن اول شيء بده يكون هذا المبيض محضر بهدوء بشكل جيد للعمل. ثاني شيء مثل ما حكينا ابدا ما نفكر نحن من خلال شفط الدهون نحن بدنا ننزل وزن. هون انا بقي ببلش الغلط الاكبر. نحن عم نرسم الجسم. نحن عندنا مشكله كثير انه بيراجعونا صبايا وذكور ظانين انه هن بده يعملوا تنزيل وزن من خلال شفط الدهون، هذا خطا شائع. يعني نحن يفترض نعتذر منهم نقول لهم وصلوا لوزن طبيعي، بعد ما توصل الوزن الطبيعي نحن شغلتنا نعمل توزيعه حلوه لهالوزن هذا. فقط لا غير. تماما، اما البدايه بتبلش بتنزيل الوزن وبتثبيت الوزن، ما بكفي التنزيل والتثبيت، بعدين بيجي دور جراح التجميل بتغيير التوزيعه لهالوزن هذا. طيب دكتور بعد عمليه بعد العمليه ان كان الشفط والنحت وان كان عن طريق الجراحه اللي هي قص الجلد، بس بيقولوا مؤلمه. صحيح. كثير يعني عملية القص. خلينا نحكي اليوم الحد الطبيعي لزيادة الوزن عند المريض. اليوم أي صبية عملت إن كان عن طريق الثقوب أو عن طريق الجراحة، قد إيه اليوم المعدل الطبيعي إنه هي تزيد وزنها؟ هلا أول شيء نحن لازم نكون دخلنا بوزن طبيعي أو ضمن الطبيعي، لازم ما يزيد وزنها أكثر من 5 كيلو بعد الجراحة. يعني قد إيه 5 كيلو بقد إيه؟ مدى الحياة يعني بس بلشت تتجاوز الخمسة كيلو رح يبلش عندها ديفويات، رح يبلش عندها مناظر ما تحبها، رح تضطر تلجأ لإجراءات جراحية إضافية. فنحن لهيك قلنا دائما الوزن طبيعي ومستقر. هلا بالنسبة للألم أي إجراء فيه ألم، بس دائما أنا بحب يعني مبدأ هنا التحريك الباكر، التعاون مع المريض، تشجيعه، ما الاستكان للعمل الجراحي. نحن لما بنساوي عمل جراحي المريض بعد ساعتين ثلاثة عم يتمشى بغرفته، ممكن بنفس اليوم او ثاني يوم يغادر المشفى للمنزل، هذا كثير بيساعد على سرعه الشفاء وعلى تجاوز ازعاجات العمل الجراحي. نعم، يعني دكتور معلومات مهمه اليوم قدرنا ناخذها من حضرتك، بنتمنى كل اللي عندهم استفسارات يكون تم الاجابه عليها، شكرا كثير لك ولوجودك. شكرا لك. هلا شكرا دكتور، وتمنياتنا بالصحه والسلامه لكل حدا عم يشوفنا، شكرا دكتور. يا هلا.